نور، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الموضوع جه معاك ازاي في الاول؟ هو الموضوع جه معايا ازاي في الاول، كان في جروبات الانقاذ، كان في فريق اسمه رحمه، على اسمي. حلوه قوي. فالجميله دي مناجي كانت انقذت كلب كان مشلول، كنت انا بزوره، كنت بروح اشوفه كده. انت عندك اصلا قطط وكلاب في البيت؟ اه. بتربيهم؟ اه. فانت الموضوع تمام بتحبيهم؟ فكنت بزوره، فشفته هو جاي لي، كان بيحبي وبينزف. ايامها قررت بقى ان انا انزل انقذ بنفسي اي حالات، ان انا اعالج في الشارع اي حالات، ان انا بقيت اعقم. بس انت مش دكتوره بيطريه؟ لا لا خالص، يعني مالكيش علاقه بموضوع الطب البيطري. لا انا محاسبه ودرست فاشن بس كده. حبا في الموضوع. تطوع، كله تطوع. برافو يا نور والله، يعني ربنا يكرمكم يا رب. احنا بنعمل الحاجات دي من غير طبعا اي حاجه مقابل. للشلاتر والحالات اللي زي كده. انا مبدئيا اهو قدام كل الناس انا هبقى معاكم من هنا ورايح. يا جماعه انا هبقى مع الناس دي.